واش الاخوه اللهم بارك كما كتشوفوا الاخوان، حنا كنتواجدوا اليوم في سوق تيور مدينه اكادير اليوم الاحد 4 فبراير كما العاده. حنا الاخوان كنتواجدوا مع المتتبعين ديال قناه المولوي سيونس اللي كيجي ديما يزورنا هنا في سوق تيور مدينه اكادير اليوم الاحد. قلت شي كلمه للاخوان ديالك يلاه اش تقول لهم؟ عيش درويش، هذا هو الشعار ديالنا سوق تيور الاخوان. وكما العاده اللي شاف الفيديو ما ينساناش بالبارطاج والاشتراك، خلينا لايك للكومونتير، وتحيه للاخوان جميعا، كلهم باي باي. الاخوان اللهم بارك، اليوم كما العاده حنا في سوق تيور مدينه اكادير. اليوم غادي نقري لكم الاثمنه اللي شحال هذه موصل لكم ديال الحبوب وديال الكاج. بالنسبه لما كتشوفوا السلعه ديال خونا محمد، اسمها السي محمد، عطينا الاثمنه ديال هذه السلعه اللي كاينه اليوم بالنسبه للكاجو. نبداو بنا الله يخليك. بالنسبه لهذ الكاج هادو ديال مالاكا شحال دايرين هادو؟ هادو 45. بالنسبه للاخوان تما كيسولوا عليهم الناس ديال المقنين، هادو الكاج ديال مالاكا كاين 45 درهم. بالنسبه ديال جوج وكالات 70 درهم. ها انتما بالنسبه لك هذا ديال الوكالات 95، اللهم بارك. وبالنسبه ديالك اللي فيه جوج وكالات كبير، ايه بحال هذا خليه، كاين ديال ثلاثة الوكالات، كاين هذا ديال ثلاثة الوكالات الكبير 95، هذا 50 درهم. بالنسبه للاخر 70 درهم ياك. بالنسبه لنا الميلونج كما شفت الاخوان، السلعه ديال الحبوب كما هي. بالنسبه لشي معلومات على الزوان، واش باقي نفس الثمن ولا كما هو ياك؟ بالنسبه للكيلو الزوان طويل طويل 20 درهم، وبالنسبه للمكركب قلت لي 12،
12 درهم عندهم بالنسبه للتخليطه حتى هي شحال دايره هذه ديال التخليطه 20 درهم هذه المخلوطه ديال بالنسبه لي كالوبسيت ديال الشيشه وبالنسبه للزريعه شحال باقي دايره هي لا لا هذه 12 درهم الكيلو يا اخوان اللهم بارك بالنسبه انا للزريعه ديال الشوك بالنسبه للناس اللي موقرين هنا كما شفت حتى هي كاينه بالنسبه للخرطه انت هو شحال باقي داير 20 خرطه نفس الثمن الاخوان وكما العاده المهم اللي خصو اي حاجه بالنسبه للاكسسوار كل شيء كاين بالنسبه للشرابات خل تفاعل وكذلك التور متوفر هنا بالنسبه للاخوان اللي بيستعدوا الموسم قادم بالنسبه للفراخ بالنسبه للشرابات اي حاجه العشاء السيبورات بالنسبه للفنيد قد هما كذلك بالنسبه للسيبيا شحال باقي دايره عندكم السيبيا انتم الاخوان الناس كتسول السيبيا 20 درهم اللي دايره الكيلو الكيلو هي 20 بالنسبه لي باشي ساشيه 5 درهم الاخوان كما اللهم بارك وبالنسبه للطويرات هذا محمد هادو نتاوي دريسي سي فلها العادي هادو شحال ديال الثمن يا 50 درهم بالنسبه للاخوان اللوينات اللي شفتو فيهم اللهم بارك وبالنسبه لي موندالا 20 اللهم بارك كما شفتو وبالنسبه لهاد البيسات ديال الفاسروس يا 50 هادو البيسات واجدينيا هادو هذا تقريبا كما كيقول اخ محمد اللهم بارك لا تخسرش عليه بالنسبه كما شفتو السلعه هانتوما القنار اي حاجه كما كيقول السلام عليكم بالنسبه للتليفون ديالكم محمد 046 89 08 99 الله يسر لك لوما اخوان اللهم بارك بالنسبه للعشاء في القناه كما شفتوا البياسات ديال الكلوستر ديال الفريزي اللهم بارك بالنسبه للاخوان الثمن اللي كيقولوا لنا ديال الفريزي ايوا تاع 300 درهم بالنسبه للفريزي 250 درهم اللهم بارك يا كاس اسد اي 800 درهم قول لي اللهم بارك بالنسبه للثمن كما شفنا الاخوان 250 درهم بالنسبه للفريزي اللهم بارك بالنسبه للموزايك شحال موزايك عاد شحال ها 220 درهم الاخوان اللهم بارك وبالنسبه لذوك العادي هنا الشمال كل شيء بحال بحال كما سمعت الاخوان البورتور بخايف كذلك وبالنسبه لهذو اللي هنا 130 150 درهم الاخوان الثمن اللي كاين هنا بالنسبه للقمر العادي الله يسر الامور وبالنسبه للعشاق الفيشر دور حاضر معنا هنا في السوق اللهم بارك بياسات في المستوى بالنسبه للفيشر شحال البياسه 150 هادو ياك 150 درهم كما شفتوا الاخوان اللوينات اللي كاين اللهم بارك خاصه حاجه راه غادي تواصل مع السي حسن وبالنسبة لنا الإخوة الجديد اللهم بارك ديال فلاسيف الله يسر الأمور بالنسبة للسلعة كيما كتشوفوا راه كدوي على راسها بياسات في المستوى بالنسبة للسلعة اللي عندك هنا خويا كاين خويا تما الألبينو ألبينو اللهم بارك كلشي واجد كلشي واجد بياسات واجدين هادو بالنسبة للأخرين البيض هادوك هادوك البيض اللهم بارك بياسات كيما شفتوا الإخوان فيكم راه نقيين ناضيين بالنسبة للأثمنة اللي كاين عندنا هادوك الألبينو تنقول فيهم 400 درهم ألبينو 400 درهم بياسة وبالنسبة للبيض البيض تنقول فيهم 220 درهم 220 درهم كيما شفتوا بياسات سمعتوا بياسة راه واجد للخدمة الله يسر لي الأمور بالنسبة للتليفون اللي خاصو شي حاجة يتواصل معك أخويا الله يسر الأمور كيما سمعتوا الإخوة اللي خاصو شي حاجة يتواصل معنا على خاص وحنا راه غادي نعطيكم النمرة وتصلوا بالداخل على أساس السلعة اللي بغا شي حاجة حنا راه نقوموا بالواجب تنوصلوا حتى لعندو في مكان في المغرب الله يسر لك الأمور خويا سيف آمين أنا ندوز عند خونا يوسف هو اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا بياسات هنا في المستوى ديال لي كالوبسيت بالنسبة للثمن عندك أنا ديال لي كالوبسيت بالنسبة لفاس بلون بورتور 40 وهذا يا كما سمعت بالنسبة شحال 150 وبالنسبة لك البياسة ديال زابيت 140 المهم اثمن راه كاين باقي الثمن قابل للتفاوض قول لي اللي بغى شي حاجه راه يتصاوب مع المهم السلعه راه نقيه كما شفتوا لكم في الصوره الله يبارك الله يسر لهم الامور وبالنسبه لي انا واحد البورتور ديال المشاشه انا هذه ديال فادي بالنسبه للثمن ديالها 70 درهم هي وهاد لي زاكسسوار كما شفتوا الاخوان اللي بغاها هي وهاد لي زاكسسوار هادو ديال الغرض ديالهم بالنسبة لهادو نفسو راه الثمن كيقول 70 درهم ياك التواشة ديالها الله يسر الامور بالنسبة حنا التليفون ديال 06 158 زين 02 05 55 الله يسر لك الامور دايس هي أو بالنسبة لعشاق الوطواط عندما الإخوة اللهم بارك واحد البياسة داوية اللهم بارك
هذا بالنسبه لدابا ولي عش هذا هذا كبر السران كما سمعت الاخوان ولي عش ويطروق بالنسبه الثمن ديالو هذا شحال 700 درهم 700 درهم الله يسر لهم كما سمعت الثمن راه كيقول 700 درهم باش دوزوا الناس والله ديالو كل شيء القفاز بالمسايد كومبليس 700 درهم الله يسر لهم الله يسر لهم بالنسبه اللي بغى يتواصل مع اخونا بدر التليفون 06 72 82 45 38 الله يسر لك الامور. وبالنسبه للعشاق في شر الامور كما تشوفوا هنا قياسات المستوى. بالنسبه لاخويا جواد جواد القياسات هذو لهنا كوبري هذي لا هذو شنابر هذو شنابر هذو اللهم ما غير شنو راس هذو العادية لا لا فيولي فيولي بالنسبه للثمن ديالو 170 درهم بياسة الاخر وبالنسبة لهذه الكوبري هذه ديال الباتشي 80 درهم وبالنسبة لهذوك الكلوستر 150 وبالنسبة لكالوبسي شحال باقي دايرين هادو 100 درهم اش من لا راس هادو هنا فاس برو هادو لي فاس برو الاخر بالنسبة للثمن ديال الشنيبرات اللهم بارك وبالنسبة لهذوك البياسة اللي هي ديال الهوكو 100 درهم بالنسبه للهوكو كما كتشوفوا هنا البياسات اللهم بارك الله يسر الامور ما خصوش هذا راه يتواصل معنا هنا كاين شي بياسات ما خصوش غير انا اليوم راه الجو تيورا كلي باش يخرجهم اخواننا حفاظا على الصحه ديالهم بالنسبه لهذو البياسات اللي هنا كاين الكره نتاوي ثلاثه نتاوي بالنسبه للثمن ديالهم شحال 100 درهم 100 درهم نتوا وبالنسبه لهاد الكره هادو هادوك 200 درهم الله يسر الامور بالنسبه لخونا جواد الله يسر الامور وبالنسبه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معك على الخاص خلينا التليفون ديالك 06 07 00 09 82 في الاخر الاخوه الله يسر الامور اللهم بارك الاخوان كما كتشاهدوا معنا هنا الصوره الله يسر الامور بالنسبه لهذ البياسات هذه ديال فاسروس وخونا هادي الله يبارك بالنسبه للطويرات راه في صحه جيده كما كتشوفوا الصوره راه كتهضر على كل شيء بالنسبه للثمن اللي عندك انا خايب هذا 150 درهم الواحد بالنسبه لنا كوبلات هادو ولا شنو كاينه كوبل ايه هادو جوج شنيبرات وكوبلات وجوج شيطه هنا بالنسبه للاخوه اللي بيعرفوا المعلومات اللي كاينين هنا كون هادي بالنسبه للتليفون ديال اخر 06 06 43 40 60 00 الله يستر لك الامور اخويا عادي كنشكرك تحياتي لك بالنسبة للإخوان عشاق الكالوبسي اللهم بارك كما كتشوفوا هنا شي بياسات ديال ألفينو بياسات ديال إيزابيل هنا بالنسبة للثمن كيقول سي رشيد 100 درهم ياك لا غلا على مسكين كما سمعت الثمن اللي بغا يجمل 100 درهم ولا بياسة كلشي كاين هنا اللهم بارك بالنسبة للفيروش هنا هذه ديال الهوكو 180 درهم كوبري ديال الهوكو 180 بالنسبة لهذيك كرون طيف 130 درهم ذاك الرينبو 70 درهم اللهم بارك وبالنسبه للبياسات هنا ديال الدريساج حتى هما راه كاينين ديال الباتجي اللهم بارك كما شفتوا ديال الفيشر بالنسبه للبياسات ديال الفيشر الدريساج شحال كتقول فيهم 130 وبالنسبه ديال الباتجي 30 25 اللهم بارك لا خصو شي حاجه راه يتواصل مع السراح على الخاص بالنسبه خلينا التليفون ديالك 06 56 64 77 85 84 الله يسر لك الامور ربي وكذلك هنا الاخوان كما كتشوفوا معنا في الصوره اللهم بارك بالنسبه لنا اللي فعل الشاق اللي قالوا في الطفاره الفاس بلون بالنسبه لنا كما كتشوفوا القياسات ديال لوتينو فاس بلون كذلك باي بالنسبه للاثمنه هنا كان لي راس رشيد نورمال هادو شحال الثمن لاتينو بالنسبه للثمن اثمنه 130 درهم كما شفت كلشي بحال هاد نفس السواد حتى هما ياك 130 درهم عليك كما سمعت انا السلعه اللي كاينه وبالنسبه لهادو فريخات هادو ياك بحال بحال كما شفت هنا اللهم بارك وبالنسبه للبيروش 30 درهم على البياسه هنا ولا خصك غادي تواصل مع خويا رشيد التليفون ديالك رشيد 06 06 06 95 95 92 الله يسر لك الامور تحياتي انا بالنسبه هنا الاخوه كما كتشوفوا معنا هنا عشاق الفريجي اللهم بارك فريجي بيض كما كتشوفوا هنا هاد الكوبري هادي عند خونا هنا السويقه اللهم بارك بالنسبه لهاد الكوبري هادي شحال كتقول الثمن ديالها 400 درهم كما سمعت الاخوان بالنسبه للكوبري الفريجي هادي رويجه و كما قابل للتفاوض ولا اخر ثمن ديالها اخر ثمن
عافيتنا ما كيما كتسمع لك 305. الله يسر المولى اللي دار في السبور الله يسر لي فيها. بالنسبة للتليفون ديالك 06 52 18 28 46. الله يسر لك الأمور. بالنسبة للإخوان كيما كتشوفوا السوق هو هذا الحمد لله راه السوق عامر اليوم اللهم بارك. هذه هي لقيتها واش كيعمر الحمد لله راه كل شيء مسوق اللهم بارك. إخوان العائلة جديدة ديالهم كل شيء محدي الله يسر الأمور كيما شفتوا السلعة موجودة هاكم اللهم بارك. بالنسبة للإخوان ليكم إخوان كل شيء محدي حنا واحد الصديق ديالنا راه كيبدا حتى هو الطويرة ديالها المسائل ديالو عندهم كيما قلت خير المزيك ياسر هنا الله يسر ليه الامور. المهم راه السوق الحمد لله راه ناشطين الله يسر لك الامور. تحياتي مرحبا الله يحفظك بك. عندهم كيما شتا الاخوان بالسويقه عامره كل شيء موجود اللهم بارك. السلعه فين شتو اللي صورنا لكم ويرا فيها موجود ان شاء الله ناظرين ناظرين كل شيء مفروض نصور لك السلعه حوايج اللهم بارك. الاخوان ديال الناس كيرا موجود اليوم الحمد لله باش اي واحد حتى شي حاجه اخرى كتواجه من السوق راه كيكون الله يسلمكم اللهم شكرا كما فيكم هذه ما الحمد لله مره نشرفي الله يسر الجميع الاخوان اللي عنده شي حاجه الله يسر ليه الامور فيها. رغم الاجواء اليوم راه كما فيكم كاين شي ديال الريح والحمد لله رغم ذلك راه كنكون موجودين هنا حاضرين السوق الله يسر الجميع على سي الحاج يسر ربي الامور. مرحبا بالنسبه للاخوان انتم فيما كتشاهدوا معنا احد المتبعين ديالنا الوفيين ديال القناه والناس ديما حاضر معنا هنا في الطويره كاين الاخ ديالنا شي كلمه انا بالنسبه للاخوان متابعين القناه. هو تنشكرك سي مصطفى حتى هو المسؤول هنايا الله يكبر بك تنشوف بك غير الخير غير الخير. هذه كلمه شكر حنا الله يكبر بك الله يكبر بك تحياتي ليك الله يكبر بك وعيشه درويش عيشه درويش تحياتي الله يكبر بك. او بالنسبه لهنا كما كتشاهدوا حنا جينا عثمان اخ بوبا حتى واحد مروي طائر الكوكتيل ناس اختيار اخر هاد الاصدقاء ديالو هنا اللهم بارك كما كتشوفوا القصه ديال عفوني الله يكبر بك الله يحفظك اخويا بوبا. بالنسبه للعالي انت اخويا بوبا كديما جديد ديما الجديد والنقاط الله يسر لك الامور ورينا بالنسبه لهنا السعاده اخونا بوبا اللهم بارك. المهم كنشاركوا معكم داكشي اللي كاين اليوم في السوق راه اننا كنا ما غاديش نحضروا اليوم ولكن ضروري نوصل لكم داكشي اللي كاين في السوق. بالنسبه لنا البادجي شحال باقي ديال الفيروش انت خويا؟ 730 درهم كما كتسمع الاخوان. بالنسبه للوغو لوغو 70 درهم 70 درهم حتى هو اللهم. بالنسبه لك البيسه ديال الربينو الربينو مدريسي هذيك فيها شحال؟ 400 درهم 400 درهم اللهم بارك. وبالنسبه لهذي كوبلا هذي كوبلا ديال فاس بلون شحال كتقول فيها؟ 400 درهم الله يستر اللهم. وبالنسبه للبيسات اللي عندك هنا اخرى فاس بلون 200 درهم والاخرين 130 بالنسبه للاخرين كما سمعتوا 130 140 الله يستر الامور. واحد البيسه ديال فاس روب هذيك 150 درهم الله يستر لك الامور هذا خويا بوبا. بالنسبه للاثمنه اللي كاينه في السوق راه سمعتوها اليوم عند الاخوان كل واحد شحال كاين السلعه ديالو الله يستر الامور. وبالنسبه التليفون ديالك اخويا بوبا 06 19 23 الله يستر لك الامور اخويا بوبا. عيشه درويش تحياتي بالنسبه للاخوان الله يستر لكم الامور. وانا الاخوان بالنسبه للعشاق الباجي اللهم بارك كما كتشوفوا معنا هنا الناس كتسول على البيروش بان بالنسبه للاخوان البيروش هاد الايامات راه مفقود وقليله السعه ديالو وكما كنشوفوا بالنسبه للاخوان كيسولوا عليه كثير. بالنسبه للاثمين غادي نتواصلوا مع الاخوان نشوفوا الاثمين اللي كاين هنا. بالنسبه للثمن اللي عندك هنا 30 درهم عندهم الاخوان كما سمعتوا الثمن وقضيه اللي كنسمعوا بان راه البيروش هاد الايامات مفقود كاع ما كاين كثير كيسول عليه بالنسبه للاثمين وبالنسبه للثمن بكتيريا فعلا. واش عمر تواصل معنا على بالنسبه للطائر هذا والحمد لله حنا بينا يبقى ديما الثمن ديالو اللي هكا الحاجه تكون موجوده وني الثمن يبقى الثمن ديالو ماشي يكون ساعه كثيره بدا نقصوا ليها في الثمن. هذا الشيء هو اللي ما كنبغيوش حنا نسمعوا بالنسبه للناس المولين تاعها. وبالنسبه للثمن الجمله 30 درهم اللي كاين هانتوما الاخوان كيما سمعتوا الثمن ديال الجمله 30. بالنسبه للبياسه 40 درهم هانتوما كيما سمعتوا الاخوان. هذا هو الميساج اللي بغينا نوصل للاخوان باش يعرفوا بالنسبه للطائر الباجي شحال اللي بغا كيسول عليه. وبالنسبه لندوزو لهنا الناس اللي كتسول على الكيكي هانتوما كيما كنشوفوا بالنسبه للحوب راه كاين هنا موجوده حتى هي عند الاخ هنا. بالنسبه للكيكي شحال باقي داير الثمن ديالو؟ الكيكي دايري 240 كلشي بحال بحال هانتوما. بالنسبه للخرطه حتى هو قلت ياك
كل شيء بالنسبه للماكله ديال الفرنشي حتى هي. ونزوا شحال باقي ديال الكيلو عندكم؟ 360 انتم 18 درهم الاخوان كما شفتوا بالنسبه للزون دركا. بالنسبه لي زاكسسوار اي حاجه اللي بغا شي واحد راه كاينه في السوق هنا الاخوان كما شفتوا. وبالنسبه للسيد راه عنده المحل ديالو ف منطقه التماعين اللهم بارك. تحيه الاخوان التماعين. بالنسبه خلينا التليفون ديالك 06 96 61 62 21. الله يسر لك اللهم. وبالنسبة هنا العشاق كما كتشوف واحد تبارك الله اللهم بارك العشاق لكم سميتو طائر فيشر. هانتوما الوليدات ديال الدريسات هنا فين كتصور بياسة الروز الطايرة حاضرة معاهم هنا اللهم. جوج بياسة الروز هادوك وحدة اي وينغ وحدة اوبالي. وحدة اي وينغ وحدة اوبالي هانتوما الاخوان. وبالنسبة هنا كما كتشوف هذا البلو كلاسيك هذا فيولي كلاسيك. فيولي كلاسيك اللهم بارك. هادو تقريبا عمرهم شحال يكون عندهم هادو؟ تقريبا شي 20 يوم كاينة تما اللهم. بالنسبة للأثمنة اللي عندك هنا 150 درهم كلشي بحال هكا. بغا شي حاجه نقادو لها ماشي مشكل. لا مولوع على خير صبر الله يسر اللهم. كيما شفتو او سمعتو الثمن راه قابل للتفاوض. المهم كلشي غيتولع اللهم بارك. الله يسر. بالنسبه للثمن راه 150 درهم. شادين السوران قادو راه شي 15 يوم. شادين السوران كيما سمعتو الاخوان في كيسات راه شادين السوران. كنحيدهم انا كنسوران اليوم على كتجيبهم. الله يسر لك الامور. وبالنسبه لخلينا التليفون ديال مرحبا 06 68 76 76 52 52 80 80. الله يسر. تحيه كبيره لكاع الموالي عند المغرب وخميسية عميره خاصه خميسية عميره. تحياتي للناس ديال خميسية عميره. الله يكبر بالجميع الجميع في سوق تور مدينه اكادير. تحياتي الله. بالنسبه للعشاق الوطواط انتما الاخوه اللهم بارك. واحد البياسه داويه اللهم بارك. هذا بالنسبه لهذا بادره ولا عش هذا؟ كبر السوران. هذا كبر السوران كما سمعت الاخوان ولا عش ويطروق. بالنسبه للثمن ديالو هذا شحال؟ 700 درهم. 700 درهم الله يسر اللهم. كما سمعتوا الثمن راه كيقول 700 درهم باش تدوزوا في الناس. والله ديالو كلشي القفاز بالمزايد كومبريس 100 درهم. الله يسر الامور الله يسر الامور. بالنسبه اللي بغيت يتواصل مع خونا بدر يلا للتليفون 06 76 82 45 38 38. الله يسر لك الامور. وبالنسبه للعشاق الفيشر اللهم بارك كما تشوفوا هنا بياسه المستوى. بالنسبه لاخويا جواد جواد البياسه هذو لهنا كومبري هذي لا دوك سنابر. هادو شنو براد هادو اللهم بارك شنو الله راس هادو العادية؟ لا فيولي هادو. فيولي بالنسبة للثمن ديالو؟ 170 درهم بياسة الإخوة بالنسبة لكم. وبالنسبة لهاد الكوبل هادي ديال الفاتشي؟ 80 درهم. وبالنسبة لهادوك الكلوستر؟ 150. وبالنسبة للكالوبسي شحال باقي دايرين هنا؟ 100 درهم. هادو 100 درهم اش من الله راس هادو هنا؟ فاس بلو هادو؟ هادو لي فاس بلو الإخوة بالنسبة للثمن ديالو شنو براد اللهم بارك. وبالنسبة لهادوك البياسة ديال اللوغو؟ 100 درهم. بالنسبة للهوغو كما كتشوفوا هنا البياسة اللهم بارك الله يسر الأمور. ما خصوش هذا راه يتواصل معاك. كاين شي بياسة اللي غتشري أنا. اليوم راه الجو الطيور قبل باش يخرجهم الإخوان هنا حفاظا على الصحة ديالهم. بالنسبة لهذو البياسات اللي هنا كاين الكورة ونتاوي. هذو ثلاثة نتاوي. ثلاثة نتاوي بالنسبة للثمن ديالهم شحال؟ 100 درهم. 100 درهم نتوا. وبالنسبة لهاد الكورة هذو؟ هذوك 200 200 درهم. الله يسر الأمور. بالنسبة لخونا جواد الله يسر الأمور. بالنسبة لي خصو شي حاجة راه يتواصل معاك على الخاص. خلينا التليفون ديالك 06 06 07 00 09 82 82 في الأخر الإخوة الله يسر الأمور.